لو بابا يا جوجي ومانو بابا، مين بتحب يكون بابا؟ شو أكتر شغلة بتكرههم بماما؟ أنا؟ مين بتحب تكون أمك؟ شو أكتر شي بتكرههم ببابا؟ مين شخصيته أحلى؟ بابا ولا ماما وليش؟ فيديو هيك قاعدين فيه ورواء، بدنا نسأل جورجيو كذا سؤال ما بيعرف فيهم ابدا وعنده صلاحية الإجابة الكاملة، يعني بدنا نفرجيكم جوابه 100% صح. أسئلة أنا بدي أسألها وأسئلة التعليم بدي أسألهم لجورجيو وبس، يعني ما جورجيو رح يجاوب ورح يجاوب، أعطيناه الأمان عن جد، صرنا جورجيو خلص معك الأمان، شو ما كان السؤال شو ما كان الجواب جاوب، يعني اليوم لعبة الصراحة تمام؟ أوكي. إلي؟ لك ايه يعني انت بدك تجاوب بصراحه. انا بقعد بالنص اذا سؤالين. اوكي قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. اول سؤال هو من ماما، شو حلمك بالحياه؟ صير لاعب طابه وكثير منيح وكثير مشهور. متوقع على فكره، متوقع. طيب اكثر شيء اكثر 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 شيء ها ما بتطيقه بهالحياه؟ درس. صحيح صحيح. اوكي كنت بدي اسالك سؤال. طالع لأمه وطالع لأمه. انا رجاء رجاء على فكره ما كان يحب المدرسه. مره اخذ صفر بالرياضيات. والله اخذ صفر بالرياضيات ولا لا؟ كنت مركز على عشو على الفيزياء. لا جوجو اكثر على فيلم. وانا كنت مركز على السينما. لا انا كمان مركز احيانا على افلام. يعني مره اكثر اكثر ماده بتحبها بالمدرسه؟ بحبها. بتحبها واللي هي اوكي حصه الاشغال. حصه الاشغال اشغال ورسم وهيك يعني اي شيء ما في درس تماما. هذا انا كنت احب حصه رياضه. واكثر شيء بحبه بهالحصه وقت النقص. السؤال هلا اللي هو كثير مهم وبهالمجال، اذا فينك تخترع شيء بالحياه تمام مو موجود، يعني في شيء مو موجود وبدك تخترعه، شو هو؟ خطر لك شيء مره؟ مستحيل بس ما بعرف هذا بتمناه، واللي هو هيدي مثل شغلة بتدخل جواتها بتدخلك بالزمن. بترجع بالزمن لورا. ليش ماما اي زمن بدك ترجع حبيبي؟ 1999. ليه؟ ما بعرف. يعني بابا هو صغير بابا 1999 ابوك عمره 16 سنة. انا عمري 9 سنين. لا ما 9 سنين 7 سنين. أكثر شيء بتحبه بماما؟ أكثر شيء بحبه بماما مجنونة. يعني هذا الشيء مشترك بابا أنا وأنت. طب وأكثر شيء بتحبه ببابا؟ أكثر شيء بحبه عم يحتار قد ما اختار عم يحتار. عم يحتار قد ما اختار. معلش بابا نقي لك شغلة شغلتين ما مشكلة. اسمعوا اسمعوا شوفوا الحكم هلا تطلع من جورجيو. يلا يلا بابا يلا مش المشكلة. بدللني بدللني بالله راح الدلل بعد والله الدلمة ما معه. طيب السؤال اللي بعده، شو بدك تصير بس تكبر؟ لاعب طابة. غير لاعب طابة. ايه يعني دراسيا ولا ما في شيء دراسيا؟ عالم. عالم شيء آلات الزمان وشيء. الله شو عندي انا بالبيت؟ شو هالصبي اللي عندي؟ يعني نشكرك يا رب، نشكرك يا رب على النعمة اللي بعثت لنا اياها. لازم نصلي ونصوم من ورا الولد ويرجع بالزمان ويروح بالزمان لقدام ويصير لاعب طابه. اخر شيء بده يخترع اللمبه. اخر شيء بده يخترع الشمعه هسه بعدين اللمبه. طيب مين مثلك الاعلى بالحياه؟ بتعرف شو يعني مثل اعلى؟ يعني شخص بتحب تكون مثله. أيوة او بتحس انه كل شيء عم يعمله هو انه واو برافو عليه. انت مثله يعني تكون مثله. رونالدو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بابا. طيب يعني لا بابا ولا ماما ولا عمو ولا تاتا. انا بلشت هيك اعمل انه دخيلكم انا رونالدو.
هلا اوكي انه انا احترمت رايك وتمام، بس انه بدك تفكر انت لما بده يكون في عندك شخص هو مثل اعلى لازم يكون بالفعل مثل، يعني عرفت؟ شو يعني مثل؟ مثل يعني انا بطمح على كل شيء فيه واو يعني انه هو شي. انسان مثلا ذكي قوي رياضي كل شيء يعني، بس انك تكون بتعرف تفاصيل عن حياته. بابا مثلا، مثلا بابا اينشتاين. بابا اسمه لؤي اينشتاين. بابا مثلا لا بابا جد يا جماعه ابن البار هو جورجيو، بابيته هو مثله الاعلى. شفتوا جورجيو اكثر صفه بتحبها بحالك؟ بحالي مجنون. كمان كله جنون بجنون. يلا او طاقتي ما بتخلص. بسم الله. اوكي طيب جورجيو، شو اكثر شغله او مجموعه شغلات كونهم كتار كثير يعني هذول الشغلات بيكونوا بتكرههم بماما؟ بتكرههم بماما؟ عصبيه. انا شفتوا عصبت بس عصبيه وقت بيصير شيء كثير كبير. ها بس هم ما بتضرب. ايه بس انا عصبيه وقت بيصير شيء فهمون الله. جورجي بابا مو المشكلة بماما، المشكلة فيك انت ما بتسمع. بيكون قاعد يا جماعة يعني مثلا ليكو بيكون قاعد مثلا بقول له ساعة على الموبايل، بيقوم هو انه عزيز عم بمرق علي، بيكون قاعد ساعة ونص مرقة نص ساعة. طبعا بيشوفه بيكون قاعد هالساعة ونص على الموبايل مثلا وبطرف عينه عليه. ايه علينا هيك هلا بدهم يصيحوا. اكيد رح تطلع جوجي. فهيك طيب يلا تاني. بعرف ماما انه كتير كتير كتار، واذا بتبلش من هلا لبكره الصبح ما رح تخلص، بس معلش عدلنا وحدة. بتوقع شو أكثر شي بتكرههم ببابا؟ ولا شي معروف بابا ما في داعي. ايه ملاك. أنا متأكد ايه ما في شي. كمان عصبي أحيانا لأنه مرة بسبب فصولي أجت على تم جن. طب دقيقة شوي، عم ياكل يا جماعة، طلعت فيها هيك نظرة بتشفت الأكلة هون وهون وهون. طب شو لازم اقول له بابا؟ اوه احسنت يا بابا. عادي قوم مسح تمك كل مثل على ابو الخلق. عادي العالم تاكل الاولاد. ليش انت وقت كنت ولد؟ إيه بس هو بلون شو عملت وقت كنت ولد؟ قولي وقت حطيت القهوه بنص الطريق ورجعت ايام ما كان في قهوه بالبلديه. ها هو شو؟ هو المشكله انه الولد عن جد جورجيو نحن بنعامله على اساس انه هو كثير اكبر من عمره. لانه هو بيعطينا يعني بحس بالمسؤوليه كثير، بيحس فينا كثير، يعني نحن بنعتمد عليه بكثير شغلات. فلهيك انه اذا من عمل شيء غلط بنحس انه لا مو بس جورجيو غلط، بس هو بالحقيقه يعني دوري ما لازم احكي هالحكي. بس الحلو ايه انه ليش ماما اغلبيه المرات بتعصب علي؟ لانه انا يعني باليوم اقل شيء الف ماما لازم اقول ماما ماما إيه ماما إيه ماما. يعني انا اذا ماسك الموبايل عم بقرا جمله ما بتتكفى والله العظيم. لاني لا لا ما جورجيا ماما 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 مثلا بالسياره انه يا بابا الواحد لازم مثلا انه ما كثير يسال ما كثير. ايه بس بابا ايه بس بابا هيدي ليش هيك يا بابا؟ والله عم اقول لك انه ما لازم كثير. ايه بس اوكي بابا. اوكي بابا بس بدي اسالك بجلطني احيانا بس فاتح الليل الحكي والاسئله بجلطني. لو ماما ايه تعليمها ما انا امها، مين بتحب تكون امك؟ هلا بعرف انه بابا بيغني عن الام والاب وجميع الصفات الاخرى. ما في حدا بيغني عن الام. في حدا بيغني عن الام؟ لا. طيب اذا ماما مو ماما مين بتحب هيك؟ امك؟ امي انا. ايه مين بتحب تكون امك؟ ما حدا. خلص ظل بلا ام. طيب انا شو ذنبي؟ انا لازم اوكي السؤال اللي بيجي وبيطرح نفسه هلا، لو بابا يا جورجيو مانو بابا، مين بتحب يكون بابا؟ ما حدا. ما في حدا بحل محلي؟ عن جد واتفقنا صدق. طب خير لا اسمعني. ما بدي اقول انا بعرف هيك. لا معلش بدنا نرجع نعيد لانه انا اعطيته الامان. هلا نرجع من عيد رونالدو. لا على ابو رونالدو، على ابو اللي جاب رونالدو على ابو. ايه ما طبيعي عامل لي عقده يا جماعه، انا تعقدت من ورا رونالدو بهالبيت. يا في رونالدو ما في رونالدو يا عيني. ما في شيء محلها. الحمد لله رونالدو مو متجوز. ما في محل ماما. شو اكثر شغله انت بتكرهها بحالها؟ انه مثلا بالمدرسه بالبيت على عندي وظايف، فبالرياضيات بيكون في 10 مثلا 10 تقسيمه بعد قد ايه بس يعني اكثر بس هيك بعملها. ماما
سؤال ماما سؤال لك بيمرق شي ساعة أنا ماني كاتب إسا هيدا الجواب خلي بس إيش يعني؟ يعني بدي إنه صير إنه بسرعة أكتبون يعني مو ضل هيك مكسل حالي. أنا ما فهمت شي إنه كسلان يعني انت مالك كسلان بس انت بتحل وظائفك بس ملول يعني ما بمل يعني بحاول بس يعني اسال ماما كل سؤال بتحب تكون بتدرس اكثر هيك هي صفه منيحه يعني انه انت بتكره يعني بكره الدرس بكره كرهي للدرس بتصير يعني مع اللي لانه انا كنت هيك وبعدين انا شوفه جد هلا انا نشكر الله درست يعني درست هندسه كمبيوتر ودرجه منيحه بس ما بعتبر حالي بحب الدرس ما كنت حب الدرس بس انه بعرف اهميته وجورجيو لحد ما هيك يعني هو ما بيحب الدرس بس بيعرفه شيء مهم وبالتالي يعني ان شاء الله بيطلع بيطلع ما بيحب الدرس تاني بتحب الدرس على فكره بحب الدرس بس لا اطلع الدكتوره ولا مهندسه ولا كانت تدرسي يا جماعه دار الاعمال تالين من الناس اللي لما بدها تدرس بتفلح يعني الارض بتطلع من تحتها ايه يعني انا اهلي بدرج انه محاش تدرسي حاش تدرسي حاش تدرسي ايه 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 حياته ما انا عندي سؤال لبابا وسؤال لماما ليش ما بيحق لك انت تسأل ايه بس هيك طلع معك اوكي بابا انت رسبان شي مرة بحياتك باي صف انا ايه انا انا مش انا بابا انا هذا السؤال كثير يعني شوي حرج يعني يا جماعه انا يعني عايد سنه شو ما بتعرفي لا كيف ما بتعرفي بالمدرسه لا مو بالمدرسه اه بالجامعه بعرفها بالجامعه بالجامعه كلها خاصه كثير يعني عدد سنه يعني الظروف الخاصه بتجي انه هو ورفيقه كانوا يحطوا الافلام ويقعدوا كل يوم لا بعرف رسبوا اثنيناتهم بعرف فيك حكى لي نحن انا ورفيقي كنا بالجامعه ساكنين سوا يا هيدا الحكي اللي قلته ف صار عندنا يعني انه شغف وهوس بالافلام ف يعني شوفوا بالجامعه انت ما بتعيد السنه كلها اللي ما بيعرف انه اسا بالجامعه انت بتعيد مواد يعني مواد رسبت فيها بس انا عادوا كل المواد لا ما صحيح السؤال اللي بعده انا لازم اسالك طيب سؤالي انه انت وقت بتدرسي ايه انه بتوصل لدرجة انت بتفيقي من النوم وبتدرسي ايه يعني انا ايام كان مثلا عندي تاني يوم فحص كون دارسة كل شيء بس بالليل بتذكر شغلة بقوم بنسى كلمة بين هالشغلات او شغلة لازم انا عيدها او شيء قانون بالفيزياء بقوم بنص الليل بفتح الكتب شعر ضابعه شو اكتر اكلة بتحبها هل هيدي شو ارمان يعني يا عيني عليك شواء عماني كنا ما بيعرف نحن كنا عايشين بعمان ففي في بعمان اكله اسمها شواء عماني يعني هي بتجي رز ومعه لحمه هيك انا الشوربه سبيشال كثير الشوربه اكثر ومعها شوربه كمان فاكله عالميه جدا جدا وجورجيو كانت عشق هالاكله عنده بتجيب شوربتين من عنده وان شاء الله هسه بالايام بابا بترجع وبتاكل شواء عماني وان شاء الله هيك بنرجع بنزور عمان اكثر صفه بتحبها بحالك حالي؟ ايه اني بكره النوم لو اسمك ما كان جورجي شو كان اسمك او شو كنت تتمنى يكون اسمك خايف رونالدو رونالدو اوكي اذا فيك تلغي شيء من هالدنيا تلغيه لغي على الاخر شو بيكون درس كمان لك بابا يعني انا الف مره حاولت توضح له الدرس يعني شو يعني درس بالدنيا هو الدرس مو نقمه عليك او على اللي بعمرك او هو بابا الدرس كل شيء نحن هلا هالكاميرا عم نصور فيها الناس اللي عم بتشوفنا كلهم كل البشر كله بسبب الدرس العالم وصل بعرف بس يعني بتمنى يلغى اخر سؤال لجورج اليوم يلا اوكي مين شخصيته احلى بابا ولا ماما وليش بابا وماما ليه يعني بتحب شخصية بابا وماما ايه بس أوكي. كل واحد له طريقة ها قلي اوكي أسبق. شو طريق يعني قلنا شو بابا انه بدلني وانه هيك يعني هيك ايه يعني بحبه كتير وبيلعب معي حرب القتال ماما اذا بعمل لتي بتبكي يعني مو بتبكي بتعصب وبتبكي ازرق جسمها اما بابا هيك شو بوفو بو؟ انه قتال مع بعض انا بنتقاتل انا وياك بنلعب يعني اوكي ايه يعني لعب
والما بحبه انه بحب كثير القراءة. طيب ما تبرروا كل شيء ماما. ليه؟ ماما لانه بحبه لانه مجنونة مثلي ولانه يعني بتحب النط ومط وما عندها خوف يعني ما عندها خوف تطلع توقف على اعلى بناية بالعالم بدون ما تربط مثلي. طبعا انا لا هذا الشيء الوحيد اللي بتحبه فيه انه انا بطلع بقف على عالي البناية. شو طرزانة الا مثلا ولا مهرج البيت بعد لعبك ايه اللي بحبه كمان انه ما عندك خوف وانه انت مهرجتي. انا قلبت مونكي. جورجيو بعد الساعة 8:30 المساء بيكرهني. بعرف هالشيء لاني لؤي بيقول له روح على النوم وانا بصير عم بلعب معه لجورجيو. تعليم بلش تلعب وما هي اسمعه وانا انه انا لازم ينام بقى لك يا عيني يا لونا لازم جوجي ينام لك بكره عنده فئة بكير. بتطلع فيني تاني بطرف عينك بتعمل لي وهداك انه بس بينكش بامه انه لا 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 وهنيك انه اتركوا شوي اتركوا شوي. ايه بنكون عم نلعب طيب يعني دوبي خلص دروسه ودوبي هيدا المساء بدنا وقت للعب صح جورجيو؟ صح طبيعيين ما طبيعيين. اوكي اكثر شيء يا جماعه فيديو اليوم خلص بدنا نتقابل شوي ان شاء الله يكون عجبكم. عن جد كان هيدا يعني هيدا الفيديو رح نزله من دون تعديل مثل ما هو رح ينزل هيدا وعد يعني. فا شو بدي اقولكم اذا حابين نعمل هيدا الشيء بس عند كل حدا يعني مره انا يسالوني ومره لؤي يسالوا وصلوا هيدا الفيديو لل 50,000 لايك. تحت ال 50,000 لايك ما رح نعمل لك شيء لاني فضايح على الاخر. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب بنشوفكم بالفيديو الجاي. فعلوا زر الجرس باي.